صحيح شويه. ساعات احنا بناخد القصص اللي في القرآن ان هي قصة، يعني مش بنبص للاعتبار اللي وراها. والقرآن مليان قصص كتير، يمكن احنا مش بنربط، او مش شايفين الاسقاط المناسب اللي لو شفناه نقدر نربط بالواقع على طول. قصة من القصص دي هي قصة سيدنا طالوت. سيدنا طالوت ربنا ملكه على قوم إسرائيل في فترة من الفترات، وكان في حد متكبر في الأرض اسمه جالوت، وأمروا بأن هم يجاهدوه. فسيدنا طالوت طلع بالجنود وهو ماشي في صحراء ومشوا كتير، وخلاص هيقابلوا العدو بتاعهم. قال لهم إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. يعني إحنا ماشيين نتجاهد وهنشرب مية، ماشيين كتير بقينا ضعفة جدا يعني، ورايحين نجاهد. يعني انا لو موجود في الجيش ده، يعني الواحد ايمانه مش قوي وتعلم يجادل، يعني الخطوط الحمراء كلها اتكسرت للاسف، يعني تعلمنا نجادل. فهقول له يا طالوت، احنا رايحين نجاهد ودي ميه حلال، واحنا مصلحه ان احنا نجاهد، مصلحة ان احنا نبقى اقوى وبنتقوى وبتاع جدال. لكن هي كلمة فليس مني، خلصت. وفعلا شربوا منه كلهم الا قليلا، يعني شوية صغيرين بس اللي ما شربوش، وده الاحصائيات الطبيعية دلوقتي لأي حاجة فيها جنة. يعني فعلا مش كلها يخش الجنة، فعلا قليل قوي اللي هيخشها، والقليل دول فعلا هزموا جالوت وانتصروا. طيب، في مصطفى محمود اسقط الآية دي اسقاط رائع على الدنيا. قال فيها ان النهر ده هو الدنيا اللي هي حلال، اللي هي زي المية ممكن تاخد منها براحتك عادي مفيش مشكلة. بس في نفس الوقت ربنا قال لك ان هي ابتلاء، ان الله مبتليكم بنهر، والدنيا ربنا قال ان هي ابتلاء. وامرنا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ان احنا ما ناخدش منها كتير، وما تبقاش هي كل همنا، ناخد منها اللي يكفينا، ناخد منها غرفة يعني. لكن ساعات انت من سعيك وجهادك وما جاتش على دي، يعني ساعات الواحد كده ما جاتش على دي. انا بصلي وبصوم وبتاع، بتجيلك كده في نص الطريق حاجه كده ابتلاء، حاجه كده تسريه، حاجه دي مش تبقى صح تبقى غلط، وما جاتش على دي. يعني سري على نفسك شوية، حط قدامك كلمة فليس مني، حاجة بسيطة اللي جات لك دي، شوية المية اللي انت عايز تشربهم دول لو شربتهم فليس مني، عسى ان يكون ده الابتلاء اللي هيكتبك، هيخليك فريق من اتنين، يا الفريق المنتصر يا فريق المتقين يا فريق المتساهلين. مثلا ربنا يجعل الدنيا في ايدينا، ما يجعلهاش في قلوبنا، ويخرجنا منها على خير ان شاء الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم.